السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، أهلا بكم في مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان للصف الأول ثانوي. الدرس التاسع، الحكم الرشيد والشأن العام. أعزائنا الطلبة، لنتعرف على أهداف الدرس التاسع. الهدف الأول أن يتعرف الطالب على تطور منظومة الحوكمة الرشيدة إلى منظومة الحكم الرشيد. الهدف الثامن أن يتعرف الطالب مفهومي الحكم الرشيد والشأن العام. الهدف الثالث أن يثمن دور الحكم الرشيد في حسن إدارة الشأن العام. الهدف الرابع أن يحدد دور الحكم الرشيد في تكريس المواطنة. الهدف الخامس أن يشارك الطالب بحماس في إدارة الشأن العام. أعزائنا الطلبة، لنتعرف على فوائد الحوكمة الرشيدة. حماية المصالح المشتركة، تحديد المسؤوليات والمهمات، تحقيق الأهداف، ضمان الثقة والمصداقية، ضمان الانسجام مع المحيط الخارجي، تحقيق التوازن الداخلي للمؤسسة. أعزائنا الطلبة، لنتطرق إلى تعريف الحكم الرشيد. فهو أسلوب جديد لإدارة الحكم وتنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية والتواصل مع المواطنين باعتبارهم فاعلين في صنع السياسات العامة وفق معايير وآليات تحقق أقصى درجات التقدم والرفاه. قام مشروع الإصلاح والتحديث لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توظيف مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير دواليب الدولة داخل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. يجسد شعار خدمة الوطن والمواطن المقاربة البحرينية لتحقيق المصلحة العامة وتطوير أداء مؤسسات الدولة. أعزائنا الطلبة، أولاً لنتعرف على مبادئ الحكم الرشيد. الكفاءة، القدرة على تقديم خدمة بجودة عالية وفي وقت مناسب مقابل تكلفة مقبولة. العدالة، القدرة على تقديم الخدمات والاستفادة منها للجميع من دون تفرقة على أي أساس كان. الشفافية، هي القدرة على تحديد كيفية الوصول إلى المعلومة وكيفية الاستفادة منها. المبدأ الرابع هو مكافحة الفساد، وهو التصدي للإثراء على حساب المال العام وعلى الوساطة غير المشروعة والتبليغ على الذين يقترفون وذلك وفق القانون. أعزائنا الطلبة، ونتابع مبادئ الحكم الرشيد. المبدأ الخامس الفاعلية، وهي قدرة تكسبها الجهات المعنية والأفراد للقيام بما يجب عليها القيام به وإرضاء المواطن في أحسن الظروف. المشاركة، القدرة على إعداد الإجراءات والوسائل التي بفضلها يبدي المواطنون بآرائهم في الخدمات واقتراحاتهم لتحسينها ومشاركتهم في إدارة الشأن العام.
سيادة القانون، خضوع الجميع إلى القوانين من دون تمييز، الاستجابة، قبول مطالب المواطنين وشكاويهم والرد عليهم وفق آجال مضبوطة ومعروفة، المساءلة، وهو المبدأ الأخير من مبادئ الحكم الرشيد، وهو محاسبة الأشخاص والجهات التي تقدم الخدمات كلما تبين إن هنالك خللاً أو تجاوزاً للإجراءات والآليات المعتمدة لتقديم الخدمة. ثانياً، ممارسة الحكم الرشيد تجسيد للمواطنة الصالحة والمواطن المشارك المتمثلة في مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. أولاً، لنتعرف أعزائنا الطلبة على مكونات المجتمع المدني. مكونات المجتمع المدني هم أفراد، هم أشخاص ماديين مستقلين يساهمون بإبداء الرأي وتقديم الاقتراح ورفع الشكاوي لتحسين الخدمات التي تديرها المؤسسات الخاصة والعامة. المكون الثاني هم مؤسسات مهيكلة في مختلف مجالات المجتمع المدني، مثل المجلس الأعلى للمرأة، الاتحادات العمالية، الجمعيات المختلفة، المؤسسات العائلية، المجالس، الهيئات، المؤسسات الاقتصادية، وهي مؤسسات موجودة لتشارك الدولة في صنع السياسات العامة وتحقيق المصلحة العامة والمصالح المشتركة. نتابع ممارسة الحكم الرشيد تجسيد للمواطنة الصالحة والمواطن المشارك. أعزائنا الطلبة، بعد التعرف على مكونات المجتمع المدني سنتطرق للتعرف على مؤسسات الدولة، وهي مؤسسات سياسية: الملك، مجلس الوزراء والوزراء، المجلس الوطني بغرفتي النواب والشورى، مهمتها صنع السياسات العامة وتنفيذها. المكون الثاني لمؤسسات الدولة مؤسسات قضائية، وهي المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها واختصاصاتها، ومهمتها الأساسية النظر في مختلف النزاعات والحكم بين الناس. والمكون الأخير والثالث مؤسسات رقابية، وهي رقابة دستورية القوانين والرقابة الإدارية والمالية. أعزائنا الطلبة، لنتعرف على مفهوم الشأن العام، فهو مختلف الأنشطة التي تديرها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المستقلين لرسم السياسات العامة وتجويد الأداء تحقيقاً للمصلحة العامة وتأميناً للمصلحة الوطنية وخدمة الوطن والمواطنين. النموذج البحريني في ممارسة الحكم الرشيد: تتجلى مبادئ الحكم الرشيد في مملكة البحرين في: أولاً، التشريعات، قوانين، لوائح، أنظمة. ثانياً، القيم الضامنة لمبادئ الحكم الرشيد: العدل، المساواة،
قبول الآخر المختلف، العيش المشترك، الشورى، التسامح، المشاركة، التي تضمنتها التشريعات والإعلانات والمواثيق مثل ميثاق العمل الوطني، الدستور، وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي في البحرين. نتابع النموذج البحريني في ممارسة الحكم الرشيد. ثالثاً، تتجلى مبادئ الحكم الرشيد في مملكة البحرين في المؤسسات الضامنة والمجسدة لمبادئ الحكم الرشيد مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية السجناء والمحتجزين، وحدة خاصة للتحقيق بالنيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، الهيئة العليا للإعلام والاتصال، تعدد الصحف والقنوات التلفزيونية وتنوعها، جمعيات المجتمع المدني ومنظماته. رابعاً وأخيراً، توظيف تكنولوجيا الاتصال ومختلف الخدمات الإلكترونية في البيع، الشراء، حجز المواعيد، استخراج وثائق، تقديم اقتراحات، لفت نظر، رفع تظلمات، وكل من شأنه تيسير الحصول على الخدمة في أحسن الظروف وأسرع الأوقات وأقل التكاليف من دون تمييز على أي أساس كان. أعزائنا الطلبة، بعد الانتهاء من أهم عناصر الدرس، نقترح عليكم نشاط تقويمي. ضع أمام كل عبارة من العبارات الآتية المبدأ الذي يناسبها من مبادئ الحكم الرشيد. مبادئ الحكم الرشيد: الكفاءة، العدالة، الشفافية، مكافحة الفساد، الفاعلية، المشاركة، سيادة القانون، الاستجابة، المساءلة. العبارة الأولى: استدعاء موظف لمحاسبته على قصوره في أداء وظيفته. العبارة الثانية: يهدف ديوان الرقابة الإدارية والمالية إلى تجنب كل أشكال الهدر والعبث بالمال العام. العبارة الثالثة: تلقت وزارة التربية والتعليم استفساراً أحد أولياء الأمور وردت عليه في آجال مقبولة. العبارة الرابعة: ألزمت وزارة الصحة في مملكة البحرين كافة مستشفياتها ووحداتها الصحية بتقديم خدماتها بجودة عالية. العبارة الخامسة: وجهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة توفير ممرات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. العبارة السادسة: تقدم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم لكافة المواطنين والمقيمين. العبارة السابعة: تطبق وزارة الداخلية قانون المرور على جميع من يخالفه. العبارة الثامنة: للمواطن الحق في أن يحصل على المعلومات الكافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه. العبارة الأخيرة: أنشأت الإدارة موقعاً إلكترونياً يمكن كل المواطنين من تقديم اقتراحاتهم لتحسين خدماتها. الإجابة عن النشاط التقويمي: مبادئ الحكم الرشيد،
العبارة الأولى: استدعاء موظف لمحاسبته على قصوره في أداء وظيفته. الإجابة: مبدأ المساءلة. العبارة الثانية: يهدف ديوان الرقابة الإدارية والمالية إلى تجنب كل أشكال الهدر والعبث بالمال العام. مبدأ مكافحة الفساد. تلقت وزارة التربية والتعليم استفسار أحد أولياء الأمور وردت عليه وفق أجال مقبولة. المبدأ الاستجابة. ألزمت وزارة الصحة في مملكة البحرين كافة مستشفياتها ووحداتها الصحية بتقديم خدمات بجودة عالية. مبدأ الكفاءة. وجهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة توفير ممرات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. المبدأ الفاعلية. تقدم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم خدماتها لكافة المواطنين والمقيمين. المبدأ العدالة. تطبق وزارة الداخلية قانون المرور على جميع من يخالفه. مبدأ سيادة القانون. للمواطن الحق في أن يحصل على المعلومات الكافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه. مبدأ الشفافية. العبارة الأخيرة: أنشأت الإدارة موقعاً إلكترونياً يمكن كل المواطنين من تقديم اقتراحاتهم لتحسين خدماتها. المبدأ هو المشاركة. وبذلك أعزائنا الطلبة تم الانتهاء من الدرس التاسع. شكراً لحسن المتابعة.